بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وقلنا إن ذلك يتوقف على أسس التوعية، التنظيم، وصول الحركة العامة والسلام. هذه أسس أربعة ذكرناها في حلقات، والأساس الخامس لمثل هذه الحكومة هي الاكتفاء الذاتي، يعني أن يهتم المسلمون بأن تكون حوائجهم عند أنفسهم، فلا يطلبوا من الشرق والغرب حاجة مهما كانت صغيرة أو مهما كانت كبيرة. حدود الجغرافية التي جعلوها حدودا قانونية كلها تسقط أمام هذه العزيمة، وبذلك يأخذ المسلمون في الارتفاع. ويجب على الإنسان أن لا يستهين بالحاجة الصغيرة، أن لا يقول إنها لا تضر البلاد أو لا تنفع الغربيين، حتى إذا كانت بيضة واحدة. ففي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالسا، إذ جاءه مسلم بدينار وقال: يا رسول الله، إنه من 10 دنانير. وجاءه مسلم ب10 دنانير وقال: يا رسول الله، إنه صدقة عن 100 دينار. وجاءه مسلم ثالث ب10,000 دينار وقال: يا رسول الله، إنها صدقة عن 100,000 دينار. فلما ذهبوا توجه رسول الله إلى أصحابه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلهم في الأجر سواء، لأن كل واحد بذل أشر ما يملك، يعني أنه سخت نفسه بأن يبذل أشر ما يملك، فهذا بذل العشر والثاني بدل العشر والثالث بدل العشر. وهذا الحديث ينفتح منه أبواب، فالحاجة الصغيرة كالحاجة الكبيرة كلتاهما تقويان سلطة الشرق والغرب، وكلتاهما إذا كانت من بلادنا تسقطان سلطة الشرق والغرب. فلا فرق بين أن يستورد إنسان بيضة واحدة من الغرب أو الشرق، أو أن يستورد سيارة كبيرة قيمتها 100,000 دينار. أي فرق بين الأمرين؟ هذه حاجة وهذه حاجة. لا نقول لا فرق في الحجم، وإنما نقول لا فرق في الواقع. إن من يشرب قطرة من الخمر حاله في الحرمة كمن يشرب رطلا من الخمر، وإن من يطيع الله في إعطاء درهم للفقير بحسب إمكانه كمن يطيع الله في إعطاء دينار للفقير بحسب إمكانه. الأعمال
لا تقاس بالكم وبالحجم فقط، وإنما تقاس بالكيف أيضا، وأحيانا الكيف يكون أهم من الكم. في حديث مشهور إن عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وخادمتهم فضة بذلوا في سبيل الله في 3 أيام 15 قرصا من الخبز، فنزلت فيهم سورة الأثر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. وهكذا الله لا يمدح 15 خبزا، لأن بالإمكان أن ينفق إنسان 5000 خبز أو 50000 خبز أو 500000 خبز، لكن الله ينظر إلى تلك القلوب الطاهرة والتي بذلت كل ما عندها في تلك الليالي من الأقراص. ولذا نرى أن نفس هؤلاء الأطهار لما ملكوا فدك أو ملكوا الحوائط السبعة في قصة طويلة وهبها لرسول الله لفاطمة عليها الصلاة والسلام، أو لما ملك الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام البلاد الإسلامية كافة وهي أكبر بلاد الدنيا في ذلك اليوم، ومع ذلك كانت له نفس النفسية حين بذل الأقراص. إنه لا فرق بين الصغير والكبير في الأمور إذا كانت النفوس نفوس خاصة سواء في المعصية أو في الطاعة. فلا يقول إنسان من الذين يريدون مقاطعة البضائع الأجنبية الاستعمارية، لا يقول أية أهمية لسلة بيض أو أية أهمية لأمتار قماش أو أية أهمية لحاجة صغيرة كل قيمتها درهم أو ربع دينار، لا، وإنما الواجب المقاطعة الكاملة من الصغيرة إلى الكبيرة، والصغائر تجمع حتى تكون كبيرة. والشاعر يقول: ومعظم النار من مستصغر الشرر، الشرارة الصغيرة التي في ثقاب أحيانا تحرق مخزنا كبيرا من الحطب أو الورق أو النفط أو الفراش أو ما أشبه ذلك. إننا إذا أردنا المقاطعة للبضائع الأجنبية يجب أن نهيئ أنفسنا وأنفس المسلمين بأن ننقل حاجاتنا من الشرق والغرب إلى حاجاتنا في بلادنا الإسلامية. وكذلك نرى أن نفس المستعمرين يعملون بهذه الخطة، لا ينظرون إلى الكم فقط وإنما ينظرون إلى الكيف أيضا. ذكر لي أحد الأصدقاء من إحدى البلاد الإسلامية أن حكومة ذلك البلد عزلت رئيس البنوك، البنك المركزي في كل البلد، يقول: ولم يعلم السبب، فذهبت أنا إلى رئيس الجمهورية وكان صديقا لي وعملا للاستعمار البريطاني، يقول: قلت له لماذا؟ قال رئيس الجمهور: إنه سر، ولكني أقول لك ما هذا السر، وهو أن سفير بريطانيا جاء إلي وأبلغني امتعاض حكومته عن أن يكون هذا الدكتور في الاقتصاد
رئيسا للبنك المركزي. قلت للسفير لماذا هذا الامتعاض؟ قال لأنه ألف كتابا حول البنوك غير الربوية، وأنه كيف يمكن أن تبنى البنوك بدون ربا والناس يقبلون عليها لأنها تشتمل على قانون المضاربة. قلت له رئيس الجمهور يقول، قلت له للسفير البريطاني إن الأمر سهل، فإني الآن أصدر الأمر إلى وزير الاقتصاد بتبديله إلى غيره. لاحظ هذا الشيء، أن سفير بريطانيا يبلغ امتعاض حكومته لرئيس جمهور في بلد إسلامي، الرئيس هو أمير لهم بطبيعة الحال، لأن الحكومة تمتعض لأجل تأليف كتاب حول البنوك اللاربوية. هذا هو معنى الاستعمار. الاستعمار يلاحظ كل صغيرة صغيرة في كافة شؤونه، والصغائر تتجمع حتى تكون القطرات عينا والعيون نهرا والأنهر نهرا كبيرا والأنهر الكبار بحرا. يجب علينا أن نتعلم من الله عز وجل، حيث إنه يكون البحار من قطرات الأمطار، وكذلك جرت عادة الحياة على ذلك. الجيش الكبير العرمرم الذي يفتح البلاد إنما يتكون من فرد وفرد وفرد وهكذا. وكذلك الإنسان يتكون من خلايا حية، كل خلية حية لا ترى بالعين المجردة. إننا يجب علينا في مقاطعتنا للبضائع الأجنبية والاكتفاء الذاتي في بلادنا أن نلاحظ صغائر الأمور لا كبائرها فحسب، يعني أنه نقاطع التعامل مع الأجنبي في اللبنيات، نقاطع التعامل مع الأجنبي في اللحوم، نقاطع التعامل مع الأجنبي في البيض وما أشبه، في الحلويات ونحوها، في صغائر الأمور تدريجيا حتى نصل إلى مقاطعته في الطائرة، في السيارة، في التراكتور، في المطابع، في المعامل، في الورق، في الحبر وفي غير ذلك. فإذا تمكننا أن نفعل ذلك، ونتمكن بإذن الله تعالى، لأن المسلمين 1,000,000,000، فإذا ساعد بعضهم بعضا تمكنوا. وسنبحث في حلقة قادمة حول كيفية هذا التمكن بإذن الله تعالى. فإذا تمكننا من ذلك، يعني أسسنا أساسا آخر من أسس الحركة الإسلامية العامة التي تنتهي إلى دولة 1,000,000,000 مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، فتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.